طيب في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف وبعديه هاجي عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك وهفضل معاكوا لغايه ما اطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحتوا يعني. ايه تمام مش فاهم. ايه يا ماما؟ ده بيقول يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا عندك في البيت. مراتك ضربه بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما. احنا متخانقين ليه كده بس يا ابني؟ خلاص 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 انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها، هنحل المشكله. خلاص يا ماما ارجو. خلاص انا مش ناقص مشاكل ارجوك يا حبيبي. انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه. ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت هي. ها الأوراق فين يا جمال الزفت؟ العلاج جايب معاكي نتيجة وحالتك بقت أحسن. أنا عايزة أمشي من هنا، زهقت. هانت كلها أيام وتكوني خلصتي برنامج علاجك. طب ما أكمله في البيت. ماشي أخرجك على مسؤوليتي. ماشي. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامع أمك يا رؤوف؟ ما تهدي شوية يا حاجة، هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ هو كمان ما دخلوش؟ هما ما عرفوش؟ ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل؟ يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاويه او المراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده قوي. بص انا هقول لكم على حاجه. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض. مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمها ايه صابرين؟ مش كده يا صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو في بيته؟ ما تكبرش الحكايه يا رؤوف. يومين ثلاثه كده وتروح تجيب مراتك، ما تسيبهاش زعلانه. انت رايح فين؟ هوصلك واروح البيت يا استاذ زلال. هتروح البيت هتقعد لوحدك؟ لا انت تيجي معايا هنقعد عند الدراز. لا 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 الدراز ايه بس، انا ما اعرفوش لدرجه ان انا اروح عنده بيته يعني. لا بقى انا اعرفه لدرجه ان انا ممكن اعزم اي حد ببيته. وبعدين ده مش بيته، ده بيت عفاف اخته.
يا سلام على عفاف، يا سلام على عفاف، ملاك ملاك. مش عارف ملاك دي مش ملاك. بقول لك يا استاذ هلال، سيبنا نروح بيتي، خلينا على راحتي احسن. يعني ده اخر كلام عندك؟ اه. حتى لو قلت لك على المصدر اللي بجيب منه القواضي؟ مين بقى المصدر ده؟ انت مش كنت عايز تروح باين؟ لا ده انا بس اصلي هروح البيت اجيب تريننج عشان واحنا قاعدين عند الاستاذ دراز ابقى يعني قاعد على راحتي. اه اجيب تريننج. مين بقى المصدر؟ يا سلام، ربنا رزقني برجلين في ليله واحده، ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دراز. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبه له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاه كنتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته، اكيد اكيد هيطلقها. اه انت اتهبلتي يا عفاف؟ عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي. يا مرحب يا مرحب، منورين والله والله منورين. معلش يا دراز يعني بتقالين عليك شويه. اوعى تقول كده، ده بيت اخوك يا هلال وضيوفك اصحاب بيت كمان. منور يا روبي. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. ايوه عماد. لا انا مش في البيت، انا عند عمك دراز. ما هو بيت دراز بيت يا عماد، ما انت عارف احنا اصدقاء قدام. اه والخدمه هنا حلوه قوي قوي قوي. مع السلامه حبيبي، مع السلامه. هي مجنونه مجنونه. تشربوا حاجه؟ كتر الف خيرك، كفايه انك انت مستضيفنا في بيتك المتواضع ده هنا. ايه ده يوسف وهبي؟ ايوه نهى. انا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي. وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجه. ومنظور، هاتي منظور. بصي اي حد مش لاقي حته ينام فيها هاتي. يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضيه اللي قلت لي عليها؟ هقول لك. عفاف عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعه. عشاء ايه تاني؟ ليه وجعوا ده سابع عشاء بجهزه. انت اتهبلت يا عفاف، عيب كده، دول ضيوفهم عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ بخله. حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضيه بتاعتنا، وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها الكوافيره بتاعت مريم. انا فاكره الكوافيره دي عشان ماما مره خدتني معاها وكان ساعتها عيد الطفوله وقالت لها تعملي شعري. هايل. عارفه مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحركي عليها انت وزكي. مش عايزك تسيبيها الا لما تعرفي منها كل حاجه. انا نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض؟ ايه ده؟ هي مريم خلفت من ورايا ولا ايه؟ اصل الله يرحمها عمرها ما قالت لي حاجه زي دي. معلش اصل هي كانت مخبيه عن الناس كلها. عامه انا مش هعطلك. تعطليني ده ايه؟ ده انت بنت الغاليه، تشربي ايه؟ لا لا شكرا. بصي انا جاي اسالك سؤال كده وهنمشي على طول. تمشي ده ايه؟ ده احنا هنتغدى ونتعشى سوا النهارده. معلش خليها مره تانيه ان شاء الله. لا لا انت شكلك كده مش طالعه لماما، الله يرحمها كانت ست كريمه جدا. الا قولي لي هو مين الاستاذ؟ ايه؟ اوعى هيكون جوزك. لا جوزي ايه، انا مش متجوزه. انا زكي. مع انه مش باين بس تعرفي رؤي ابن اختي هيليق عليكي اكتر، الشاب زي القمر. استني لما اكلمه، هو بيشتغل في بنك، ده زي القمر هيعجبك قوي. ايه يا حاجه ايه؟ لوك 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 لوك. انت نسيتينا احنا جايين ليه اساسا؟ معلش اصلها كانت وحشاني جدا. وحشاكي انت اول مره تشوفيها؟ كان في مذيع برنامج ديني في الراديو بتيجي عندك.
ماما تعرفت عليها هنا وبقوا صحاب. مذيعه تقصد الاستاذه ناهد فؤاد نون في صح. طب قول لنا بقى ناهد دي احنا نلاقيها فين؟ هي الحقيقه بقالها سنين ما بتجيش المحل، بس لو انتوا عايزينها يعني ممكن تلاقوها في مبنى الاذاعه. اول ما تعرفوا منها اسم المذيع تبلغوا دراز ومندور. دي اول قضيه نطلع نبحث فيها سوا يا مندور، عشان كده انا متفائل قوي ان احنا ان شاء الله هنوصل لحاجه باذن الله. بس ما تنساش ان دي شغلتي، ان شاء الله هنوصل للنتيجه اللي انت عايزها ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا نورتوا مكتبي. ربنا يخليك يا فندم. نور حضرتك، انا دراز ابو المعاطي رئيس تحرير جريده نبض الشعب. وانا اللي هو مندور شكري. وانا اتشرفت بيكم. اتفضلوا. فضلك. اموروني. احنا جايين نسال حضرتك عن المذيعه ناهد فؤاد. ناهد الله يرحمها ماتت؟ ايوه ماتت في المكتب هنا على الكرسي ده. يلا مندور اقعد يا راجل اقعد، بلاش التشاؤم ده اقعد. هي اصلها كانت تعبانه، كان عندها القلب، جالها كرشة نفس وضيق في التنفس، خدناها وجرينا على المستشفى، لحقتوها. طيب يا اخي طول من الاول وقعت ركبي، ليه قلت ماتت؟ ما هي بعد اسبوعين بعد ما خرجت من المستشفى جينا نديها سكريبت الحلقه بتاع البرنامج، لقيناها ماتت على الكرسي ده. لا فعلا يلا بينا يا دراس. لحظه، انا بدات احس بنغزه في قلبي. انا مستعجلين ليه؟ ده انا طلبت لكم 2 قهوه ساده. الدوام لله، متشكرين قوي. يلا يا منظور، وشك حلو عليا قوي يا منظور. وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. دي كل الأخبار اللي قدرنا نجمعها عن الموضوع. معتز، اطبع لي الاخبار دي وحط لي الفيديو ده على فلاشه. طه، ايه الاخبار؟ رجاء معلش، بس كنت عايز التليفون بتاعي عشان عايز اكلم البيت عندي. ماشي، عموما كلها يومين وتخلصوا وتخلصوا، وعندي ليكم خبر حلو. خير يا بيه؟ الشركه اللي انا تابعها طالب عمال، وانا رشحتكم تشتغلوا فيها، هتعمل لكم عقود وبمرتبات ثابته. يا بركه دعاك يا ام. بس قلت لك هترجوا تحلقوا يا طه. بس يعني محتاجين يعملوا شويه تحاليل عشان مش اي حد بيتعين في الشركات دي. قلتوا ايه؟ موافقين طبعا موافقين. يعني المذيعة اللي اسمها ناهد فؤاد اللي كانت هتوصلنا لسيدنا ده ماتت؟ أيوه. في خبر عن بعض القيادات ورجال الدين اللي راحوا يعزوا، ممكن سيدنا يكون واحد منهم. ودول هنعرفهم ازاي؟ ده في طابور مشايخ. طب في خبر تاني هو على لسان رئيس مركز الشباب اللي نظم الرحلة. أعرب رئيس مركز شباب أطويح بالجيزة المنظم للرحلة عن بالغ حزنه لوفاة أبناء المركز، وقد صرح بأنه من قام بتنظيم الرحلة من أطويح إلى أسوان، وأن الضحايا ماتوا شهداء للوطن. وده خبر لقيناه، في أقوال مختلفة عن كل اللي قريناه. وريني كده. في سؤال أحد أقارب الضحايا عن الحادث أجاب بأن الاختطاف لم يكن بغرض القتل فقط، وإنما لأسباب أخرى.
عايز اقابل اهل الشباب دول. يبقى لازم نتحرك على طفيح. قبل ما جمال يخلص شغله هتصل بيه، هقول له اني عايزاه في حاجه ضروري واني قريبه من مكان الشغل. اول ما ينزل لي هتصل بيك. تدخل انت المكتب وتجيب الورق. يا دكتور لو في حاجة بسيطة يعني عديها لي، أنا محتاج الشغلانة دي قوي. إله ما يحوجك يا شيخ. ماشي ماشي، يلا يلا اللي بعده. يلا قرب. ورق؟ ورق ايه؟ انت بتتكلم بجد يا عمر؟ لو اللي انت بتقوله ده صح يبقى غدا جت تحت رجلي. احنا لازم نتقابل دلوقتي حالا. اوكي باي. لا ما عملناش اللي في دماغنا ولا حاجه يا ماما. وبعدين ما خلو كلمك قالك ان احنا مع جده. طيب سيبينا هناك وقت الامتحانات عشان بنعرف نركز اكتر. اول ما هنخلص. الو ماما. ايه بقى؟ بتعملي ايه؟ ده برنامج ديني، حلقة كده بتتكلم عن الحجاب. ديني؟ انت كويسة؟ اه الحمد لله. الحمد لله. ربنا يستر بقى. جادلهم بالتي هي أحسن وشاركهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد. الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبه ادوات مدرسيه جنبنا هنا واحنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الاطفال دول، هم المستقبل. عم ابراهيم، عم ابراهيم اهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك في أخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا.
بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. ادينا بنحاول اهو. عايزين بس نعرف منك أي معلومة عن الحادثة. القضية اتقفلت يا باشا. وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ إبراهيم قال لنا إن أنت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومة بتغفل عنها بيحصل فيها أكتر من كده. أنا أول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب بأجر يومي. ولاحظت إن الميزانية اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللأمانة الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقة؟ الله أعلم. ولما حاولت أدعبس وأتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العمالة. ولما العمالة اللي مضايقاهم تخف إيديهم هتخف أكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحلة أسوان وحصل اللي حصل. عرفنا إن في إرهابيين هجموا على الأتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك إن الحكومة لما هجمت على الإرهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الأتوبيس متقطعة وكانت مفتوحة وأعضائهم متاخدة منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا مار ساعتها وقلت الحقيقة؟ بلاش عشان الناس، عشان أخوك حتى. اتكلم اتكلم أقول يا باشا. سعادتك إحنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام. محدش فينا بيطلع له صوت. يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطة أصلا. حتى عم إبراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ إبراهيم. إبراهيم إسحاق يوحنا. إيه؟ إيه ده؟ معلش اسمح لي يعني شيخ إبراهيم، يعني عم إبراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا القرآن من أكتر من 30 سنة. وكل الناس اللي هنا بيبعتولي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني انت بنتك راحت على إيد الإرهابيين اللي بيدعوا الإسلام وانت أديك قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ آه كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماشي فيه. آه راجل مؤمن أوي أوي أوي. آه الإرهاب ما بيفرقش يا أستاذ هلال، ودي مش أول حادثة تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل تخيل الحزن لما دخل كل بيت، كل بيت فيه ابن أو بنت أو حد من قرايبهم كان راكب الأتوبيس ومرجعش. ولاد الكلب، ولاد الكلب. لو شفت الغل اللي في عينيهم يا أستاذ هلال وهم هاجمين على الأتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الأول وفي الآخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني. سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي ملعوبة. واضح ان الاخوه الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بيتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال واكيد في حالات خطيره محتاجه علاج. مهم تكافئوا انتوا طلبيه دي علشان الياد ما بيروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه ودي نتائج تحاليل الناس الجديده.
هيكون جو خزينه امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد عندنا 7 رجاله وصحتهم حديد. خلاص تمام اكلمك. بلغ سلامي للاخوه في سينا. وده كده الحشو بتاعنا. اسحى رؤوف، عارف يا دراز، الشرطة دلوقتي ما بقتش في خدمة الشعب، الشرطة دلوقتي في حضن الشعب. اصحى رؤوف، اصحى اصحى، قوم نام شوية، ارتاح لك جوه، نام قوم ارتاح شوية، قوم نام على السرير جوه. صباح الخير يا جدو. ايه ده؟ انت اتحجبتي؟ اصل انا اتفرجت على درس دين عن الحجاب، بصراحه كده خفت من اللي اتقال فقررت اتحجب. انا كمان كنت بتفرج معاها على نفس الدرس ده، خفت من الشيخ لدرجه ان انا كمان فكرت اتحجب. انا مش متضايق من اللي انت لابساه، انا متضايق من كلمه خفت اللي انت قلتيها. اللبس ده المفروض يقربك من ربنا، مش عشان خايفه من واحد شيخ. اسمه ايه الشيخ ده يا زيزو؟ والله ما اعرف، افتح اللابتوب هتلاقي الدرس زي ما هو. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا غلط ويكثر من الخطأ، خطأ بس يغلط ويتمادى في خطأه، ما يتوبش، ما يرجعش، لا يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب. سيد نوح، رؤوف، رؤوف، اصحى اصحى. ايه انت مش قلت لنا ريح شويه وبعدين؟ ما انت نايم بقالك مده، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. قوم. ايه حاجتي؟ سيدنا واستكر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بتهيألي ده اللي كانت تقصده مريم. هايل 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 هايل. ننام بقى وبعدين ننام. ايه احنا لازم نروح للسيد دلوقتي. ننام ساعة، ننام ساعة واحدة وبعدين نصحى نروح بقى زي ما انت. مفيش صحيات، انت هتبلى المجموعة اتقبض عليها ومين اللي هرب؟ بلغوا ان العملية اتلغت، مش هعرف اعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي انت فيه بأسرع وقت حالا. انا لازم اتصل باخويا مؤمن، عايز اطمن عليه، يمكن يكون هو اللي هرب. وهجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش، انا لازم اتصرف في التليفون. انت اتجننت؟ التليفونات ممنوعه علينا، احنا هنا في جهاد مش في رحله. اخوك لو حصل له حاجه هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا، امرني. الامر لله. عاطف مدير مركز شباب اطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي، مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي اتقطعوا من غير شفقة ولا رحمة. 20 شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثة الاتوبيس اللي حصلت سنة 2004، والشباب اللي انت تاجرت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثة. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها رأي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعوا لنا احنا. انتم مين؟ احنا أولي الأمر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم.
وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفسي الناس واكشف لهم حقيقتك وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس وعلاقتي بيه مش محتاجه واسطه ولا وصايه من حد. وانا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الامان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا اخي انشر زي ما انت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في ايه؟ هنشوف، هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا، هيصدقوا كلام الصحافه باشاعاتها واكاذيبها ولا هيصدقوا كلام سيدهم. علي الطلاق لا يولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما اهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. هو انت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ تخليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ اه ماشي، عموما يا ست انا هسيبك براحتك ومش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايزني اقول لك بحبك؟ اه يا سيدي بتنايل بحبك خلاص؟ انت قلتي ايه؟ بحبك. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم. زي ايه بقى؟ أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي انت قلتيه، دي أهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى إيه إيه يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، اوعى يا عم، رضا، اوعى يا رضا، يا رضا هات الموبايل. وهتعمل ايه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبل يوم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهل خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ ايوه زيزو. رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟ في بلاغ متقدم من نجلاء عبد الرحيم فهم بتتهمك فيه بتورطك في قضيه لبيع الاعضاء البشريه، والاوراق اللي عندي بتقول انك كنت بتستغل فقر بعض الناس الغلابه وتمضيهم على تنازلات لبيع اعضائهم، وطبعا الحالات دي معظمها كان بيتوفى بعد العمليات اللي بتحصل لهم. وبعد فتره تم القبض على كل المتورطين في المستشفى دي بتهمه تجاره الاعضاء البشريه. واظن حضرتك محاميه وعارفه التنازلات اللي كنت بتعمليها دي عقوبتها ايه في القانون. طبعا يا فندم، انا قانونيه وعلى درايه بالقانون. بس الحقيقة البلاغ المتقدم من المدعوة نجلة ده بيسمى في القانون بلاغ كيدي زي ما حضرتك عارف، لأن الأوراق اللي قدام حضرتك دي متلفقة وأكيد مزورة. وإيه اللي يخلي نجلاء تقدم فيكي بلاغ كيدي؟ أنا محامية وليا اسمي وسمعتي، والغرض من البلاغ ده التشكيك فيا والتشهير بيا وبسمعتي. ده لأني سبق وتقدمت ببلاغ ضدها وضد شريكها المدعو عامر. ومين شريكها عامر ده؟ ده يا فندم واحد كان بيهددني وبيطالبني بمبلغ مال كبير نظير اني ما اكشفش الفساد اللي انا بتهمه بيه، وكمان عشان ما افضحهمش وافضح بلاويهم السوداء. وهددوني هو ونجلة ان هما هيفضحوني وهيشهروا بيا عن طريق الاوراق اللي قدام حضرتك دي. والدليل على كلامي يا فندم رساله نصيه جايه من تليفونه على تليفوني برقم حسابه في البنك عشان احوله عليه فلوس. وليه ما بلغتيش يا استاذه غاده؟ مين قال كده؟ أنا بالفعل تقدمت ببلاغ للرقابة الإدارية، وتم إصدار أمر بالضبط والإحضار لكل اللي أنا اتهمتهم ومن ضمنهم نجلة وعامر. أظن كده أنا وضحت الصورة لحضرتك.
بيتهيألي دلوقتي من حقي اني اطالبهم بالتعويض نظير التشهير باسمي وسمعتي. ايه ده؟ في ايه؟ اتفضل معانا. على فين؟ الرقابة الإدارية. نزل ايدك، نزل ايدك. يعني ايه مقبوض عليا؟ انا ما عملتش اي حاجة عشان اجي معاكوا في حتة. ارجوك يا مدام اتفضلي معانا في هدوء ومن غير شوشرة وهتعرفي كل حاجة بعد كده. جمال بيه. ايوه نعم. عندي اوامر بالقبض عليك. اوامر من مين؟ الرقابه الاداريه. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم جمال الصياد. عارفين كل حاجه يا فندم، يا ريت تتفضلوا معايا ومن غير شوشره. نزل ايدك دي، نزل ايدك. ايه ده؟ في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ استاذ جمال متهم لاستغلال منصبه والتربح من خلاله، ومعايا امر ضبط واحضار من الرقابه الاداريه. ما صدقهمش يا فندم، انا طول عمري في خدمتك. معقول يا جمال؟ انت بتخون الثقه اللي انا اديتها لك يا فندم. انا انت تسكت خالص. اتفضل نفذ الامر اللي معاك. تحت امر معاليك. يا فندم، يا فندم حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل. برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعه يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفوله ومش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج بره البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له انه لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جراله حاجه مش هسيبكم. دي اعترافات العيال يا فندم اللي اتقبض عليهم بتوع الخلايا الارهابيه، بيتبلغوا التعليمات من ابو مصعب يعملوا تفجير كنيسه وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنه في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما ان هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الاجهزه اللي معاهم. يا فندم طبعا، ودي لستة بارقام التليفونات ومده كل مكالمه والجهه اللي اتصل بيها. ده في خلال اعمل تحرياتك عنهم. تمام. اي واحد مشتبه فيه من انضمام الخليه يتقبض عليه فورا. اوامر يا فندم اوامر. ازيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه، خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطف؟ تسمح لك اكلم سعادتك؟ شكرا يا استاذ هلال. سيد نوح اتصل بيا وهددني. انت فين دلوقتي يا استاذ هلال؟ الو. ايوه يا مؤمن، انت كويس؟ هيبقى كويس لو قلت لنا مكانكم فين بالظبط. ها عرفت بيتكلم منين؟ للاسف يا باشا ما لحقتش. طب هات لي بيانات الخط بسرعه وفي اسرع وقت تعرفني مكان المكالمه من شركه المحمول. تمام يا باشا. انجز. زيزو لازم يرجع، الولد ملوش دعوه بحاجه. اهدى يا استاذ هلال، احنا مش ساكتين. اوعدك زيزو هيكون معاه خلال ساعات. في قوه امنيه متجهه دلوقتي لسيد نوح وهيتجاب من اي حته هو موجود فيها. وزعنا نشرب اوصافه على اللجان والاقسام وكل حته انه مطلوب القبض عليها. هات لي الواد اللي اسمه طه من بره، القنصل اعتمده في الطلبيه الجديده. حاضر يا دكتور. هو حد من العيال اللي معاه بره يحس بحاجه؟ لا ما تقلقش، هفهمهم ان انا رجعته بلدهم عشان شغله ما عجبناش لحد ما يجي الدور عليهم. انت يا عم جلال مفيش حد في المخروبه دي ولا ايه؟ يا راجل انت
عامل دوشه كده ليه؟ عاوز تليفون. جلال قال لي هيشحنوني وما جابوش لحد دلو. لما يجي يقول ايه في ايه؟ ايه يا عم جلال، انا غلطان اني سبت لك التليفون، لازم اتصل بالبيت عندي. خدوا الواد ده كتفوه وربطوه مع الواد اللي جوه. يكتفوا بيه؟ على اليمين ده انا هقتلك واقفلك مطرح. اوعى يا عم يا رئيس جلال، عيب كده. ايه يا عم؟ تسمع عن الغرقان اللي بيتعلق بقشايا يا مؤمن؟ تسمع عنه؟ أنا القشايا. لو قلت لي بقى أبو مصعب واللي معاه فين؟ الواد اللي أنتوا خطفتوه وديتوه فين؟ أوعدك موقفك في القضية دي هيتغير خالص. وهتبقى ده واحدة مني يا مؤمن. وأنت من إمتى كان ليكم وعود؟ دلوقتي دلوقتي. حصل يا فندم. نسقنا مع المنطقة الغربية ووزارة الدفاع، والطيارات دلوقتي بتمشط المكان اللي جالنا منه الارسال. قدامهم قد ايه؟ بيفتشوا في الصحراء يا فندم. الواد ده لو حصل له حاجة، أنت اللي هتدفع الفاتورة. أنا مش هستنى حد. هتدفعها. أستاذ هلال. يا نهار أسود. أستاذ هلال. وديته حفيدي فين؟ وديته الولد فين يا ولاد الكلب؟ استاذ هلال ما ينفعش كده، من فضلك. من فضلك يا استاذ هلال. من فضلك. هلال بيه ما ينفعش كده. هو انت اسمك ايه؟ خايف؟ شكلك خايف. الناس دي عاملين فينا كده ليه؟ عاملين فينا كده عشان طمعانين في التليفون بتاعي، مع انه خط واحد مش خطين والله. بتضحك؟ اضحك اضحك. ايوه كده، اللي خلق المحنه يقدر يمحيها. وبعدين ربك كبير، ما يجيبش حاجه عفشه. المشكله دلوقتي اني عايز اكلم هلو. تعرف هلو؟ لا. امال بتقول ايه؟ هلو ده يبقى جدي، عايز اكلمه اطمنه علشان بيقلق عليا جدا. والله انا لو في يدي حاجه اساعدك بيها ما هتاخر عليك، لكن زي ما انت شايف يدي زي يدك. طب هي الناس دي ممكن تموتنا فعلا؟ لا ما تخافش، دول حراميه يعني ما يقتلوش. وبعدين مش قلت لك ربك كبير؟ قلت لي اسمك ايه؟ زيزو. طه. مش هينفع يا استاذ هلال، وانا سبق وقلت لك قبل كده، اتفضل حضرتك روح بيتك مشكورا واحنا هنطمنك. انا مش هطمن غير لما زيزو يرجع الحضن تاني. يا استاذ هلال دي عمليه عسكريه، اتحرك انت يا رؤوف. تمام يا فندم. انا مش هتنقل من هنا غير لما زيزو يجي. حاضر يا استاذ هلال، وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا.
عايزين مننا ايه؟ بالمناسبة احنا في ناس عندنا في البلد عارفين مكاننا، لو جرالنا حاجة هيبلغ الحكومة. خلاص يلا. وانا مش سامع وقلت لك الف مره يا هلال قبل كده انك لو بلغت اللي اسمه رؤوف ده مش هتشوف حفيدك تاني؟ اوعى تلمسه، انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه ومش هخلي الحكومه تقرب منكم. انهي حكومه؟ الحكومه اللي واقفه لنا بره بحصرانا وبتهاجمنا بقوتها دلوقتي؟ تعبك يا هلال، انك كنت فاكرنا بنهزر، نسيت ان الدم عندنا مباح. لكن ليكن في معلومك وفي معلوم الجميع ان انا لو وقفت دلوقتي في بيرك من الدم برضو الدم عندي مباح. زيزو ما تخافش حبيبي. اهدى يا هلو، اهدى، حقك عليا يا زيزو. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. انت بتعرف ان دي اول مره اسمع صوتك فيها وهو خايف؟ انا مش عايزك تخاف خالص، بعدين ده انت اللي معلمنا اننا ما نخافش. اوعدني انك مش هتخاف يا هلو. اوعدك حبيبي، وفي حاجه عايز اقولها لك اول مره اقولها، انا بحبك قوي يا هلو. وكلنا على الحي الذي لا يموت. زيزو Thank you.
وانا اوعدك ان انا مش هاجي هنا غير وزيزو معايا. يا دكتور للاسف الرصاصه جات له في مكان خطر جدا وتسببت له في نزيف داخلي ودخل في غيبوبه. يعني ايه؟ انا هكون صريح مع حضرتك، هو حاليا عايش على اجهزه. تقصد تقول ان ابني هيموت؟ عايز ابني مش هيموت. اهدي يا غادر، اهدي يا حبيبتي، اهدي. مالكش دعوه بيا، انت السبب. مش هتكون فاهم، ابني مش هيموت. عايز بعد التحقيق مع سيد نوح، هو قال ان الشخص الوحيد اللي هو يعرفه هو ابو مصعب، لكن مين اللي بعده في الترتيب هو فعلا ما يعرفش. اما عاطف بقى، عاطف الحقيقه قال على كل حاجه، اعترف بكل حاجه، وقال انه اثناء حادثه الاتوبيس كانوا بياخدوا توجيهاتهم من واحد اجنبي. اجنبي؟ اه. حاولت اعرف جنسيته الحقيقه يا فندم، بس ما استفدتش باي حاجه، ما استفدتش منه باي حاجه، وسيد نوح انكر تماما معرفته بالاجنبي ده. ابو مصعب ما وصلتوش معاه حاجه؟ ابو مصعب الحقيقه تصور حضرتك رافض انه يتكلم تماما. طبعا ده المتوقع منه، انت عايز واحد قام بكم العمليات الارهابيه دي هو وجماعته ويتكلم بسهوله؟ رؤوف، احنا لو عرفنا مين اللي قرب ابو مصعب يبقى جبنا القضيه دي من اخرها. يا فندم سعادتك، ابو مصعب ده انا هخليه يقول كل حاجه من ساعه ما كان عمره سنه واحده. المهم بالنسبه لهلال مفيش جديد؟ الحقيقه حاله الحزن اللي هو فيها انا عندي احساس انها مطوله يا فندم، الا اذا حاله زيزو تحسنت، لانه هو بشكل ما عنده احساس ان هو السبب في اللي حصل لحفيده. بس هلال عارف خطوره الحرب اللي هو داخلها مع الناس دي، حرب مش سهله، والناس دي ما تعرفش غير لغه الدم، خصوصا ان هلال كان اتعرض للقتل قبل كده. اه بس هو ما جاش في باله ابدا انه حفيده يتاخد بذنب هو، اصل حضرتك ما تعرفش حفيده ده بالنسبه له ايه. يا رؤوف انت نسيت ان اعرف هلال من سنين طويله، بس انا متاكد ان هلال هيخرج من المحنه دي بسرعه، مش هلال اللي يستسلم بسهوله. استاذ هلال انت انقذت ناس كتير جدا بوقوفك ضد الفساد، وده كان اختيارك، واكيد اللي حصل لزيزو ده مش بايد حد، بس مش المفروض ابدا انه يوقفك عن اللي انت وصلت له. زيزو هيقوم بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. أما الكتاب بقى فخلاص، ما بقاش فيه أواضي تاني. أنا من رأيي إن إحنا نرجع نشتغل زي زمان، الجورنال محتاجك أوي يا هلال. أستاذ هلال، أنا اكتشفت إن أنت بتمد كل اللي حواليك بطاقة، بما فيهم أنا طبعًا. ومش معنى إنه الكتاب خلاص إن ده يخليك تتراجع عن اللي أنت وصلت له. Thank you.
الست مريم رياض الى عصابه عز. مش في دعاية ولا علاج، المستشفيات مليانة إهمال. والتعليم بقى بيزنس، ومناهج اتحرفت عشان يخربوا عقول ولادنا. مسؤول عن انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب. ومين اللي قتل مريم رياض لما حاولت تفضحهم وتكتب عنهم؟ السلاح اللي دخل الارهابيين عشان يقتلوا بيه ولادنا، مين اللي سهل لهم دخولهم؟ ايا كان هو مين هيتحاسب. Anastasia, for understanding the situation. I really need Mado to be with me now more than ever. And also his grandfather will be very happy to see him again. Okay, I will finish his travel procedures in the coming days. Thank you. Thank you very much. وحشتني يا زيزو، وحشتني الدوشة بتاعت المزيكا بتاعتك. قوم وعلي المزيكا على الآخر ولا يهم. أنا آسف يا هدى، كان ليكي حق لما قلت ان قعدته معايا خطر. لا يا بابا، انا اللي اسفه. سامحني، انا السبب في كل ده مش انت. احلى ايام عاشها زيزو كانت معاك. انا عمال احاول افتكر لي اي موقف حلو معايا، مش لاقيه. السهر ربنا بيعاقبني على اللي عملته معاه هو واخته، وعلى اللي عملته معاك انت كمان يا بابا. ادعي له يا غادة، ادعي له. دعوه الامه مستجابه. كنتش اعرف ان وجود الاستاذ هلال هو اللي مدي للجورنال الحيويه اللي كانت فيه. ما هو اللي حصل ما كانش سهل برضه يا زكي، ما تنساش ان هو كان متعلق بزيزو جدا. بس تعرفي ايه؟ الحاجه الوحيده اللي بتخليني ان انا اجي الجورنال يعني هي انتي. انتي بتشحنيني طاقه، بتخليني كده. طب خلاص، ما دام مفيش شغل
يبقى مفيش مرتب. مدام البيه سايب اللي انا طلبته منه عمال يرغي. روح يا استاذ خد الصوره اللي انا قلت لك عليها. انا بس كنت بسال نوريان على شحن كاميرا سنه رفيع. ولقيته؟ لا. طب لو ما اختفتش من قدام وشي في ظرف 3 ثواني انا هخصم لك 3 ايام. لو استاذ دراز سائل عليا بيقول له ان هي جدًا. 3 ثواني خلصوا يا زكي. خف الدم ومعدياه. اما انا بقى يا حبيبتي هنسيك الدنيا كلها حالا يا روحي. بجد يا فندم؟ بجد يا روحي، بجد بجد بجد. انا هوريك حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده ابدا. عارف انا دايما بقرا عن ليله الدخله بس عمري ما عشتها. لا 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 تقري ايه؟ انت هتشوفي الواقع دلوقتي يا روحي. بجد يا فندم؟ طب انت عايزني البس لك ايه؟ القميص الاصفر؟ اهو. ايوه 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 كل الالوان كل الالوان كل الالوان كل الالوان يا روحي. يلا يلا خشي. لا ما تردش. لحظة بس لحظة. لا 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 ما تردش حبيبتي. أصل أنا لازم أرد أرجوك. لا أنت لو رديت يا رؤوف أنا هعمل مشكلة وهسيب البيت وأمشي. على الطلاق. ما أنا راضت أهو. يلا يلا. أنا كلمت أنستازيا النهاردة قلت لها تبعت لي ماضي ويقضي أجازته معانا. الغريبة بقى إنها وافقت المرة دي. وإيه اللي خلاها تغير رأيها كده؟ ارتبطت بواحد زميلها وهيتجوزوا قريب. ارتبطت بزميلها؟ أكيد أمه داعي عليه. خليك أنت. عبسابور عبسابور في حاجه يا جدو؟ لا مفيش. خير خير يا استاذ هلال؟ في ايه خير؟ في حد غريب دخل العماره دي بالليل؟ والله يا استاذ ما خدت في بالي اصل كنت نايم كتير. في سنه 2009 كنت عايزه ارجع تاني للاضواء زي الاول. قلت افكر زي ناس كتير. بدأت أعمل حفلات في بيتي وبيحضرها أصحابي الفنانين وبعض الشخصيات العامة. وفي حفلة من الحفلات حضرت صاحبتي ألف فيه ومعها جوزها الوزير بهنو. كانت زوجة تانية له بعد ما طلقها من جوزها بالعافية وتجوزها هو. وكانت بتحكي لي إن معالي ورطها في صفقات مشبوهة. وفي يوم جت لي الشقة. حصل جديد؟ كلمني في الموضوع تاني. قال ايه الراجل الكبير طالبك بالاسم؟ والله العظيم ما في حد حيشني عنه الا انتي. انا لو عليا افضحه قدام العالم. انتي فعلا ممكن تفضحي قدام العالم كله. ازاي؟ بصي انا معايا سيديهات وشرايط تقدر تفضح سيادة الوزير جوزي والراجل الكبير وشخصيات مهمة كمان. شليهم عندك او تأمنيني وتأمني نفسك. الورق ده يثبت تورط بعض الشخصيات السياسية في احتكار وشراء شركات كبيرة من الباطن وسيطروا على أكتر من قناة وجريدة خاصة عشان يقدروا يسيطروا على البلد كلها. واختفت صاحبتي بعدها لمدة شهر. وفي يوم لقيتها جايالي وهي مفزوحة وقالت لي إن جوزها كان حبسها في فيلا الساحل وقدرت تهرب منه بالعافية وجايالي عشان أخبيها في شقتي. اتفاجئت بالحارس الخاص بالوزير بيقتحم شقتي. اتفضلي معانا يا آمل. غور من هنا. انا مش هاجي مع حد. انت ازاي تدخل بيتي بالشكل ده؟ اطلع بره بدل ما اطلب لك البوليس. بالراحة هي كده كده هتيجي من غير عنف.
هي بقت كده يا سيادة الوزير؟ البطل عيني عينك؟ طب اسمعي بقى، لو هي قالت لك أي حاجة أحسن لك ما تقوليهاش. بيجيوني وهيموتوني. أول مرة أحس بالعجز كده، ما كنتش قادر أعمل لها حاجة، كانت بتستنجد بيا من جوزها. قتلها هو والحارس بتاعه. ما تخافيش يا منى، انا هطلع ان شاء الله. اوعى تصدقي اي كلام بتقلك عني، انا ما عملتش اي حاجه غلط. انت عارفه بابا كان راجل ناجح واعداء نجاح كتير، كل ده كان شغل. مجوزك من نجله؟ برضه نجلاء شغل. المهم اخوكي فاق لسه؟ طمني يا بكر. انا هطلب التأجيل لغايه ما الاقي اي ثغره قانونيه. تأجيل؟ انا هفضل مرميه الرميه دي؟ انا عايز اخرج من هنا. وبعدين انت مش خدت الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها؟ المساله مش مساله فلوس، القضيه صعبه جدا. انا عايزك بس تهدي. انا مش ههدى غير لما اسمع كلمه براءه. محكمه. جورنان كل يوم في النازل. ايه نقفله يعني عشان هلال ما بيجيش؟ ما فيش صحفي غيره بيكتب هنا؟ انا عايز اعرف، امال انتوا هنا بتعملوا ايه؟ اللي مش ناوي يشتغل ما يجيش. ايه ده، في ايه؟ هلال الحمد لله على السلامه يا راجل. والله كنت لسه بقول لهم محدش هيعرف يمشي الجريده دي صح غير هلال. ما انا سمعت كل حاجه. عايزك انت ونوها وزكي في الارشيف. ايه في ايه؟ كل واحد على مكتبه. يلا يلا. ائتمنوا على المال العام فخانوه، ولهذا اطالب بتوقيع اقصى عقوبه عليهم حتى يكونوا عبره لمن تسول له نفسه ان يفعل مثل ما فعلوه. تؤجل القضيه لجلسه 15/6. محكمه. دكتور مالكي شايفه امتى؟ ما حضرتك لسه سألاه ورد عليكي. ما بيقولش جديد. يبقى لسه، بس ان شاء الله خير. عايز اي اخبار حصلت عن حريق حصل في بيت وزير اسمه بيه نون ومراته اسمها ألف فيه؟ الكلام ده كان في 2009. يا عالمي احنا مش هنطلع من هنا غير لما نلاقي اللي انت عايزه. استاذ هلال ده انا فرحانه قوي ان حضرتك رجعت تشتغل تاني. ايوه كده بقى، ارجع زي زمان يا هلال، وانا هساعدك في اي حاجه تطلبها مني. لا شيخ.